نجم النجوم النهارده وائل وليد وائل ابراهيم سعيد. يا سلام يا ابراهيم، حط يا راجل، حط يا راجل، مش ممكن. اوبا ايه، مش ممكن يا جماعه، ده قصه هدف، قصه هدف، كره ضد ازاي؟ والله 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 حرام حرام حرام. القاء العرضه والقائم الشمال يبعث له ابراهيم سعيد يطلق احدى قذائفه من 30 يارده، لكن العرضه تتعاقب مع الزوادي وتترد الثاني ان صندي مرتين وتكسب دماغه الراجل وعلاء ابراهيم وصندي. لا ركنيه اخيرا وقع الزوادي، ملحمه داخل الست ياردات، والاهلي بكل الطرق يحاول. الجماهير مش قادره، الجماهير فعلا. النادي الاهلي في هذه اللقطه احبائي الكرام، البدايه ابراهيم سعيد، البدايه ابراهيم سعيد الفتى الذهبي بدفاع الاهلي.